مرحبا، مساكم الله بالخير. عدنا لكم بالقميص قالت لي امي الحمار الوحشي، الله يطول في عمره. عادي حمار وحشي، تقول لك الوالد حمار وحشي، حمار مدر وحشي، حمار عادي. انت احترم امك في كل الاحوال. كمني احب العطور يا ناس، يا ناس اقسم بالله لذة الحياة العطر. ايش هو يغير فيك؟ والله انت مبسوط يقلب امتك. يوم الويكند غير باذن الله، اليوم رايحين معزومين، طبعا عزمنا شخص عزيز جدا على قلبي، فاليوم ان شاء الله. طبعا اول الاشخاص المعزومين معنا اليوم، السلام عليكم. هلا، انت اللي في التيك توك تسوي تجارب على المطاعم؟ نعم. ومشاهدات الفيديو 10,000 يا اخي ترى محتوى جديد عنده، صار يجرب مطاعم، فخلوكم واثقين فيه. كيف تجربة مع المطاعم كذا وتسوي عنها انترفيو وكذا حركات؟ بس باقي ممكن تسوي. اي بس بديت فيه. اي بديت والله. شوف، في مطعم انا اوصيكم فيه. شحن فيه يا رجل. والله يا اخواني مكيفه خربان وجاي مارني. طيب وش يا اخي ترى عندك انت مكيف بارد؟ انا ما عندي، احمد ربك يا الربع. مكيف ذي الجهه ذي بارده والجهه ذي حار. يعني كتمه، كان احنا في الخبر الحين رطوبه. ايش اسوي؟ ايش اللي حدنا يا اخي؟ ما مريتك انا يا اخي. لا خلى ذي موتري. اقسم بالله كنا شايب يحب سياره. بعدين الجو زين. انت رايك يعني. اوه رد وسكر. اوريكم في ينفخ عليه من اليوم. تنفخ على من؟ جدك. تنفخ على من؟ الشيطان. استغفر الله. الشيطان تنفخ على من؟ سك عمر. اسلم اسمع. من تكست يا ابوي انت؟ على كيف امك انت؟ اخوك معك؟ ايه تعال يا ابو ناصر تعال شوف. لا 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 امزح معه. شوف اني احبه، اني احبه احبه والله، اني احبه احبه يا حبيبي، اني احبه ابوك. اخر شيء اخر شيء. انت صغير ولا كبير؟ شوف كله. شوف كله. ايه اخر شيء. ايه قمات كم؟ تنبخ عليك قبل شوي. لا تسوي. ايش فيك تزعل؟ ايش فيك زعلان؟ وايش فيك تنبخ؟ ويا حذياني. ايدك لا تقفل وجهي. صوت ايدك. خليني بكم من يعني بحياتك. احسن اخو الصغير انت. ايش ما فيك تسوي؟ اكيد. ما ادري، انا قلت انت اخو الصغير، قلت ايش فيني؟ ما فيك شيء، بس انا قصدي الرجال قام يفصل عليه ويقول يا ثياني ومدري ايش. وانا قول له بعينك. عينك على مخيط. الشباب يتكلمون عن الفايروس اللي جاهم. هذا حقيقة اسلامي. جدك وش تقول فيه؟ جدك؟ جدي وينه؟ بعد ما جاء الفايروس. اي من غير مزرعة. وين مزرعتك؟ عيني شايفة. طلع جيز اصبع اخوانك هواتك. طبعا يا اخوان خذ شخصية المكان الفخم ولا زال يعني متمسك فيها. كم بحسابك؟ عمليات ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك في المطعم يا ابو ناصر؟ ابو ناصر. ايش فيك ابو ناصر؟ ما نسمع صوتك. تراسلني؟
يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، شكرا شكرا. اول شيء يا اخوان بيض الله وجه ماعي العزيمه، الله يكفي خيرا بيض الله وجه على لا لا خلنا علي من ما يلي مو كله لي من ما يلي الله يبيض وجهه ويتم حاله. فالحين بس يا اخوان وصف ابو جبل علي جديد بسم الله 1 2 3 يلا الله يهني يلا مبروك ان شاء الله تلفنا يلا اضحكوا المناسبة يا اخواني طبعا المفروض انها كانت من قبل لكن انا اللي اخرتها للاسف اني سافرت تايلاند وكانت المناسبة بمناسبة الحمد لله نجاح فيلم عون اللي شفتوه الحمد لله ناس كثير عجبها التجربة كانت حلوة بالنسبة لي فبإذن الله من نجاح إلى نجاح بإذن واحد أحد فبصراحة يوم جدا جميل ومروق لدرجة لو تطلبوني عيوني والله ما أعطيكم إياه. مسعد السلام عليكم. مسعد ليش تي الحفلة أنت وثقت وأنا ما أدري. هي النجمة جد. مبروك مبروك يا ولدي. كان علمت لي الله يهديك. كان علمت إن مبارك لك. يا يا أمّا توثقت جنّي بدوا الله توثقت أمّا توثقت أخيرا صدق إي والله توثقت ربعكم ترجف يا اخواني يا الله يا الله كم قد ينتظر هذا اليوم مبروك كيف توثقت كيف توثقت يا اخوان كيف لانك تستاهل اوه الحمد لله يا ربي تستاهل تحب جمهورك لانك انسان تحب جمهورك تستاهل الله يجعلني فداس والله ان السبب في هذه النجاحات كلها ويخلص بحبه اوه توثقت يا اخوان ماني مصدق الربع والله ماني مصدق والله الربع اني صاير ارجف ما ادري ليه انا صيح تكفى امنعني لا عاد انا صيح تكفى يا اخوان اقسم بالله شوفوا انا لازم اصرح الحين قبل شوي والله العظيم يا الربع اني كنت ماسك جوالي ما ادري عن شيء فجاه طلع لي النجمه هذه اول شيء كنت اقول على لسي امه والله العلي العظيم انها لا تزيدني ولا تنقصني لكن تعبت انا الصدق انت فين امه انا تعبت تستاهل والله انك تستاهل فحس ان لازم شيء يعني ايوه يكافى فيه نفسي والله يا ولدي لكن والله العلي العظيم اني اهدي هذه النجمه اقسم بمن احل القسم انها ما تسوى مثقال ذره لكنها نجاح فالنجاح هذا كله تحت رجلس تستاهل انت بس تستاهل كل خير الله يجعلني فداس واهدي النجمه اقسم بالله انا لكم ولا والله العلي العظيم انها ما تفرق معي الانسان الذي اذا عمل عملا يتقنه ويخلص فيه انا شفتك مخلص صراحه مع جمهورك صراحه اي والله انا مستاهل اي ورب البيت صدق انك تتعب بس انك تدي اداء من قلبك الله يسعد قلبك ان شاء الله الحمد لله انا صيحت ولا ودي اني صيحت تكفون امدحني امي فرحت اكثر مني الله يجعلني فداس امس تسالين عنها في الصوتيه أيوة اقسم بالله الربع ما احد يدري ولا احد يتوقع انك على طول تجي علي النجمه كذا اسال انا امس منها اقول يا ربي الله يوفقك مشعل ويرزقك ان شاء الله والله اني استدعي لي كل يوم والله يجعلني فداس مع ماني افهم في السبب كذي والله اني ما ادري ايش التوثيق وايش النجمه وايش الاشياء دي كلها يا اخوان يا اخوان صارت الربع والله صار شكرا ربي شكرا لله اي والله الحمد لله الحمد لله
واليوم ما ادري شو اقول. انت تنتظر شوي احس انك تتكلم وانت مسدر. بس اني فرحان يا الربع، انا فرحان جدا. الله اقسم بالله فرحان، لان ربي سبحانه جل جلاله حرفيا وسبحانه ما ضيع لي تعب. اشكر كل من رشحك وكل من صوت لك وكل من دعمك، انا اشكرهم كلهم صراحه. أيوة والله. انت زي ما قال مشعل البارحه اتكلم في موضوع التوثيق، اقول يا ربي توثق مشعل، مع ان والله العظيم اني ما اعرف ايش التوثيق وايش النجمه، والله العظيم اني ما اعرف ايش فائدتها، بس اني احس انها حاجه حلوه. انا اللي اعرف انها حاجه حلوه يعني تعني شيء جميل للانسان. فالحمد لله وانا اشكر جميع من دعم مشعل. اي والله والحمد لله. قبل هذا كله على محبتكم، اقسم بالله محبه الناس ما تنشر بالمال. اي والله فنحمد الله ونشكره دائما وابدا. الحمد لله على كل النعم اللي احنا فيها. انا احس انك تكتب علي ولا لا؟ والله انا صفر، والله انا صفرة. شوفيها فوق اسمي. يا ربي يا ابو مرعي والله اني فرحت لك. تزال يا ابو مرعي تزال. يلعن ابو اللي يقرا. مبروك هي 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 هي. اخوان مو طبيعي فرحتكم، اقسم بالله يعني يا ناس بموت من البسطة. واللي زود البسطة علي كلامكم، في ناس فرحانين اكثر مني انا، اقسم بالله اني ما ادري ايش اقول لكم، لكن شاكر ومقدر لمشاعركم الطيبة هذه، ويرحم لي والدي. وبغيت اشحذكم النجاح هذا زي ما قلت لكم، والله العلي العظيم اني اهدي لكم انتو، وقبل كل شيء لأمي، لأني والله فدوتها. أنا متأكد ومتيقن من بعد توفيق الله سبحانه جل جلاله أني ما توثقت إلا من دعواتها ودعمها لي. بس أعطيكم إياها بصحيح العبارة، والله ثم والله ثم والله ما سويت في 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 هذا التوثيق مثقال ذرة، لكن الحمد لله ربي ما ضيع لي تعب. اليوم إن شاء الله الأهل الله يجعلني فداهم، والله ما من تلف الدور. أنا أهلك في المقام الأول، اللي بابي مخك لف ودور اهلك هم كل شيء. فاليوم ان شاء الله يعني الله يعطيهم العافيه، والله ما ودي اني كلفت عليهم. فاليوم بيسوون حفل باذن الله، الحفل العائلي الجميل اللذيذ اللطيف ده اليوم. اول كيكه تجينا اليوم من احد المتابعين، الله لا يهينه كم اني احبه، مع الورد الجميل والكلام الطيب. يا الربع اليوم يعني احاول بقدر المستطاع اني اسوي كذا، ما اقدر كذا كله.
كتمتونا لا لأمي مبروك جاي 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 جاي